تحياتي أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بحلقة جديدة وفقرة طبخ جديدة. اليوم موجودين بهاي الأجواء الجميلة في الإمارة الباسمة ومربى الأحياء المائية. هذا المكان المختلف الفريد من نوعه في إمارة الشارقة، وين منشوف كتير من الأشياء اللي مرتبطة بالبيئة البحرية والناس تتعرف عليها، وأكيد بيزوروا كتير من السياح اللي بيزوروا الإمارة. بهاي الفقرة رح نقدم شيء له علاقة بالمأكولات البحرية. رح نعمل طبق من إسبانيا، البايلا، اللي هي بيكون داخل فيها الأسماك، بيكون داخل فيها اللحوم المختلفة. رح نحكي أكثر عن تفاصيل ونتكلم عن هذا الطبق وكيف ممكن تقديمه. في قصة مهمة للبايلا لازم أحكيها هلأ ولازم نتعرف عليها، أنه يقال أنه هي من الأطباق العربية، وأصل الكلمة بقية، اللي كانت تعتمد على أنه الناس شو عندهم بقايا من المأكولات اللي طبخوها أو حضروها بكميات بسيطة، يعملوها كلها مع بعض مع الرز وتقدم، تتسمى بقية. لكن طبعاً مع الوقت تحولت وصارت البايلا من أشهر الأطباق اللي تقدم في إسبانيا كمطبخ عالمي، وتختلف البايلا بمقاديرها من منطقة إلى أخرى داخل إسبانيا. اليوم البايلا اللي اخترتها مقاديرها راح تكون مؤلفة من الأسماك، فيها النغر أو سكويد، فيها الروبيان، وكمان فيها الهامور، هذا أحد الأسماك. ممكن الروبيان نعمله بالقشر كامل، يستخدم كمان للتزيين، ممكن نستخدم المحار. في أنواع من البايلا بيكون داخل فيها الدجاج وبيكون فيها اللحوم الحمراء إذا نحن حابين، مثل الأرانب حتى. طبعاً فيها كخضار الفليفلة، اخترت الفليفلة الحمراء، فيها البصل، فيها الثوم، فيها البازيلا. من البهارات راح نستخدم شوية من البابريكا، الملح والفلفل، وأكيد شيء أساسي في طبق البايلا هو الزعفران اللي بيعطي النكهة واللون للرز. راح نستخدم الرز الأمريكي، تقريباً كوب من الرز نحن محتاجين، وراح يكون معنا الزيت الزيتون اللي راح نطبخ فيه، بالإضافة كمان لمرق الدجاج أو مرق السمك اللي بنطبخ فيه الأرز. خلينا نبدأ بالتحضير، وأول شيء راح نعمله هو راح نتبل السمك بشوية من الحامض، عصير الليمون، نضيف قطع السمك. أكيد نحن بحاجة لما يكون معنا أسماك إنه يكون فيها تتبيل لحتى نتخلص من زنخة الأسماك وبنفس الوقت تأخذ نكهة جيدة. ملح، الفلفل. حكيت إنه الطبق مشهور في المطبخ الإسباني، كثير من المطاعم اللي بتهتم بأكل البحر الأبيض المتوسط أو وجبات البحر الأبيض المتوسط بتقدم هذا الطبق كشيء أساسي معروف. وعلى طول لما بتحكي عن المطبخ الإسباني أول شيء بيتبادر لذهنك طبق البايلا. وكمان حكيت معلومة إنه فينا نستخدم أو ندخل مع البايلا أسماك أو عفواً لحوم أخرى، ممكن يكون الدجاج، اللحم الأحمر داخل فيها، وهي حسب نحن شو منحب. الأرانب كمان ممكن تكون فيها كطبق تقليدي إسباني. على النار راح نحمي الزيت شوي، بعدين نبدأ بإضافة المقادير اللي معنا. راح أبدأ مع البصل، شايفين قطع البصل كبيرة شوي، بعطيها فترة لحتى تتقلب. وعلى طول هاي نصيحة، لما بيكون عنا بصل وثوم، الثوم بيكون مفروم ناعم، منضيف البصل في الأول لأنه الثوم ممكن يحترق، فمنخلي البصل اللي هو ينضاف في البداية ويتقلب. راح أضيف الفليفلة كمان اللي هي قطع على شكل مربعات كبيرة، وقلبهم مع بعض. هلأ راح أضيف الثوم، الثوم بيكون مفروم ومنقلب. كثير من الأطباق الأرز مختلفة من بلد لبلد، لكن متشابهة بالطريقة أو المكونات. يعني نحن لما بنعمل الكبسي أو المجبوس، لما بنعمل البرياني، نعرف إنه بيكون في عنا مقادير من اللحوم مع الخضار والرز. البهارات تختلف، فبتخلي كمان النكهة تكون
مميزه من طبق للثاني. هلا راح ناخذ الاسماك راح اضيفها بعد التدفين. عمليه اضافه الاسماك او اللحوم بهاي المرحله شيء مهم، لانه بتخلي النكهه تتركز. يعني انا اذا بدي اضيف الاسماك او اللحوم بمرحله ثانيه راح يصير عندي عمليه سلق لهي اللحوم. انا بضيفها في البدايه، خليها تتقلب، خليها تاخذ نكهه البصل، الثوم، التتبيله اللي موجوده معي، افضل من انه اضيفها بمرحله متقدمه وتصير فقط عمليه سلق اللي عم يكون الطهي فيها. بنشوف انه بدات تاخذ لون، تتشكل. اعطيها رشه من الملح، كمان الفلفل الاسود. في ممكن اللي عم يتابعونا، الناس اللي بيعرفوا البايلا بيعرفوا وصفات ثانيه لإلها، ففي كثير من الوصفات المختلفه انه تضيف خضار ثاني، تضيف لحوم، تضيف منكهات انت بتحبها. وهذا اللي حكيته انه البايلا تختلف من منطقه الى ثانيه باسبانيا، وفي حتى حاليا بالدول اللي بتتحضر فيها. لكن الشيء الاساسي انه في الرز، الشيء الاساسي انه في بروتين، الشيء الاساسي انه فيها زعفران. هون عم نستخدم الرز الامريكي، راح اضيف الرز هلا. والمعلومه اللي بنستخدم او لازم نعرفها عن الرز، انه الرز لانه بالامارات او بالخليج الاساس في طبخنا الرز البسمتي، اما بهذه الاطباق الاساس في الطبخ هو الرز الامريكي. الرز الامريكي مو بحاجه لنقع بعكس الرز البسمتي، فقط بحاجه انه نحن نغسله بشكل كويس، نتخلص من النشا، بنضلنا نغسله بمي بارد لحتى يصير لون المي صافي، بعدين بنصفيه بشكل كويس. ليش بنصفيه؟ لانه لما بده اطبخه بهاي الطريقه وقلبه على الزيت، انا بحاجه انه يكون ما في مي لحتى يتحمص شوي الرز مع البهارات اللي موجوده، مع المقادير اللي موجوده. يمكن سامعين صوت الرز هلا كيف عم يتقلب، وهذا شيء اساسي لحتى تكون النكهه عندي بعدين مميزه وجيده. راح اضيف الزعفران بهاي المرحله، بعدين راح اضيف المرق. مزيد من المرق والمي، بحركها بشكل كويس، بتأكد انه الرز انغمر. على الاغلب نحن بنعرف المعيار انه هو يعني بحاجه، نحن تقريبا للكوب الرز بحاجه الى كوب ونص من المي او اكثر شوي. هاي الموضوع مع الخبره بنتعلمه. كثير من الاسئله اللي بتجيني بيسالوني عن كميه المي المناسبه للرز، وهون لازم نحكي انه في كثير عوامل بتاثر على هذا الموضوع. يعني انت اذا عم تستخدم رز البسمتي بيختلف الموضوع اذا عم تستخدم الرز الامريكي، بيختلف الموضوع اذا عم تستخدم الرز المصري. غير هيك بيختلف كمان اذا انت ناقع الرز لفتره طويله، لانه بيكون تشرب المي. وبهاي الوقت طبعا ضل عندي البازيلا اللي هي راح اضيفها بالنهاية على الطبق لحتى يتم لونها اخضر وتحافظ على شكل جميل. هلا راح نحكي عن السلطه اللي راح تكون معنا. عم بستخدم او حاولت اقدم سلطه استخدم فيها التفاح. راح استخدم التفاح مع الكرافس اللي هو كثير خضار بنعرفها بالطبخ، بنستخدمها بالطبخ. هون حبيت ادخلها في السلطه، وبعض الاحيان بنستخدم الجذر اللي فيها، لكن لحتى اعمل شيء جديد او شيء مختلف حبيت انه اعملها مع الجذور اللي هي جذور الكرافس. بتوقع انه بتعرفوها، هذا هو الكرافس الاخضر. اوكي، وراح نستخدم التفاح الاخضر والاحمر، وراح نستخدم الجوز المايونيز بالاضافه لشويه من الكريم واكيد الملح والفلفل. طريقه التقطيع اللي بدي استخدمها، انا راح اقطع بشكل رفيع، اقطع التفاح، وممكن استخدم التفاح الاخضر والاحمر. هون نحن لما بنحكي عن سلطات ما عم نحكي عن سلطة فواكه أو سلطة حلوة، عم نحكي عن سلطة تقدم كطبق مقبلات
لكن عم نستخدم فيها الفواكه، وهي الأشياء الجديدة اللي عم نحاول إنه يعني نخبركم عنها أو نقدمها لحتى نتعلم كيف نستخدم المواد مثلا أو الفواكه مثل التفاح بالسلطات، نتعلم إنه نستخدم الخضار بأطباق ثانية غير اللي نحن معتادين عليها أو عم نقدمها على طول بالشكل التقليدي. هاي الطريقة اللي عم قطع فيها التفاح، طبعا شايفين إنه عم بقطعه بالقشر تبعه كامل، تفاح كامل. وهون بوجه لكم نصيحة، إذا حابين أو عم تستخدموا التفاح اللي قطعتوه قبل فترة من التحضير لأنه لونه راح يتغير مباشرة، فممكن أنه تخلوا التفاح بشوي من الماء اللي مخلوطة مع عصير الحامض الليمون لحتى ما يتغير اللون، ما يتأكسد. مع العلم أنه أنا أكيد بنصح أنه نستخدم التفاح يعني أو نقطعه طازج، ما نقطعه قبل فترة طويلة. ظل معي الكرافس، حكيت انه راح اقدمه، راح احاول اعمل قطع جدا رفيعه لحتى ما تاثر على الطعم، بعض الاحيان ممكن نحس انه فيها مرار، فخلي القطعه رفيعه كثير وما نخلي الكميه كبيره اللي عم نستخدمها، فهيك بتكون متقبله اكثر بالتقديم. في سلطه شبيهه مع بعض التعديلات اللي سويتها انا، الوردروف سلطه، هي السلطة الشبيهة بهاي أو أنا مقتبسها من فكرتها مع بعض التغيير اللي سويته بالسلطة اللي عم قدمها، فصارت شوية مختلفة. هون عنا البايلا عم تغلي، خففت عليها النار كمان، بعدين راح أخذ شوية من الكريم، المايونيز، والملح، الفلفل، ممكن نستخدم الفلفل الأسود، ممكن نستخدم الفلفل الأبيض لو ما حبينا اللون يكون واضح فيها، بس أكيد الفلفل الأسود بيعطي نكهة مميزة للطبق. بهاي الطريقة بحاول أخلط بشكل جميل بس ما أكسر التفاح اللي معي. وهلأ راح أسكب السلطة ما نكثر كمية المايونيز، حاولت ضيف الكريمة لحتى خفف كمية المايونيز اللي عم نستخدمها. إذا كنا حابين أنه يكون عندنا كالوري أقل فأكيد نحن ممكن أنه نستخدم المايونيز قليل الدسم، ممكن أنه نخففه بالحليب مثلا، فبصير الكمية اللي عم نستخدمها مو كثير. ممكن أكيد نضيف هلأ الجوز بالآخر على الطبق، كان فينا أكيد نخلط كمية في داخل السلطة بس أنا حبيت يكون أول شيء لحتى يكون واضح، فحبيت يكون على السلطة من فوق، ثاني شيء لحتى يضل كرانشي ما يمتص. رح أشوف طبق البايلا كيف شكله، نشوف هلأ كيف الشكل الحلو للطبق بدأ ينطبخ، رح ياخذ وقت بسيط. شايفين كيف الشكل، حكيت إنه منخلي الرز يرتاح قبل من شوي من فترة السكب لحتى تكون حبات الرز مفصولة عن بعض. وشايفين السمك كيف شكله كمان جميل، بنختار طبق مناسب للسكب وبنبدأ بسكب الرز. كثير هذا الطبق مميز، بنصحكم تجربوه وفيكم تعملوه مثل ما حكينا على طريقتكم اللي انتوا بتحبوها أو بتفضلوها من خلال إضافة مقادير أو مكونات للرز. راح أخذ قطعة الروبيان اللي تركتها مع القشر، أخليها بالأعلى بهاي الشكل، ممكن
نستغل قطع السمك الواضحة لحتى تعطيني الشكل المميز. وما ننسى السنوب أو البازيلا عفواً اللي حكيت راح خليها للآخر، لأنه راح تعطيني اللون الأخضر الحلو بهاي الشكل مع قطعة من الليمون تكون مناسبة لطبق البايلا. وبالنسبة للسلطة ناخذ أوراق الكرفس حتى تزينها هون من جنب. هاي أطباقنا كانت اليوم، سوينا البايلا الطبق الإسباني اللذيذ والشهي، حكينا عن الفكرة وكيف ممكن أنه نطبقه، سوينا سلطة شبيهة شوي بسلطة الوردروف أو استخدمنا فيها التفاح، خلينا نسميها التفاح مع الكرفس. بتمنى نكون قدمنا شيء حلو من الإمارة الباسمة ومربى الأحياء المائية في الشارقة. تحياتي لكم على موعد جديد مع حلقة تانية إن شاء الله.